اوكي نبلش. السلام عليكم جميعا، كيف يا اخوان؟ ان شاء الله بخير. اليوم ان شاء الله معنا محاضره الميل ريبرودكتيف سيستم، محاضره خفيفه لطيفه جخه وبتجنن تنحط فوق الشوارب. بلا ما اطول عليكم يا اخوان، المحاضره قصيره وباذن الله ما بتاخذ منها اي وقت. خلينا نبلش على طول. في عندك الريبرودكتيف فانكشنز، الوظائف التناسليه للرجل يا اخوان، ممكن تقسيمها الى ثلاثه امور. الاولى سبيرماتوجينيسيس، اول وظيفه تناسليه عند الرجل هي سبيرماتو جينيسيس. يعني كلمة سبيرماتو من سبيرم حيوان منوي، جينيسيس معناها تكوين. فأول وظيفة تناسلية عند الميز أو الذكور هي تكوين الحيوانات المنوية. فسألك في الامتحان شو هي السبيرماتو جينيسيس؟ هي فورميشن أوف سبيرم فقط. اللي بعده ثاني وظيفة تناسلية هي performance of the male sexual act، إنه الرجل يكون عنده إيش قدرة إنه يسوي الميل سكشوال أكت تبعه فقط لا غير. وثالثا regulation of male reproductive functions by various hormones، تنظيم الوظائف التناسلية للرجل عن طريق العديد من الهرمونات. راح نحكي في هاي المحاضرة انه العديد من الهرمونات يتم افرازها لتنظيم هذه الوظائف الجنسية. وفي عندك اربعة the effects of male sex hormones on the accessory sexual organs. هاي يا اخوان الميل سكس هرمونز او هرمونات الذكورية ايضا عندها ايش وظائف وعندها تاثيرات على الاكسسوري سيكشوال اورجنز، الا وهي الاعضاء الجنسيه الثانويه بتقدر تحكي لها، والا تاثير على السيلولر ميتابوليزم والميتابوليزم تبع الخلايا، والا تاثير ايضا على الجروث. هاي يا اخوان كامله اذا بدك تطلعني منها بشيء واحد اطلع لي بكلمه سبيرماتوجينيسيس اللي معناها تكوين السبيرم. يعطيك الف عافيه. خلينا كان فيسيولوجيكال اناتومي اوف ذا ميل سيكشوال اورجنز. هسه يا اخوان انا بعرف بشكل عام الميل سيكشوال اورجنز هي عباره عن البينس بالاضافه الى التستيس، تمام؟ في داخل التستيز يا اخوان نيجي نقرب عليها راح تيجي تلاحظ، خلينا نشيل هذا لهون على جنب، انه في داخل التستيز يا اخوان يوجد في عندي انا زي تيوبيولز، زي حرفيا انيبيبات صغيره ملفوفه حول بعضها البعض. شايفينها؟ شو سموها تيوبيولز؟ سموها السيمي نفرس تيوبيولز. هاي السيمي نفرس تيوبيولز يا اخوان هي مكان، خلينا نسولف من بعض، هي مكان تكوين السبيرمز، تمام؟ طيب بعد ما تكون السبيرمز هون وين بتطلع؟ من السيمي نفرس تيوبيولز بتطلع كمان على كويلد تيوبيول ثاني. لاحظ كيف انه تيوبيولز لاف كثير هون، هي لاف كثير، هذا بسميه epididymis. فاذا الحيوانات المنويه امتى تتكون؟ بالسيمينفرس تيوبيولز. بعدين وين تطلع؟ تطلع على الابيديدمس، هذا هو الجزء اللي كثير ملفوف. هذا يا اخوان الابيديدمس حرفيا قد ما هو ملفوف يا اخوان لو تيجي تفرده طوله بيكون قريب الستة متر، تمام؟ تمام. فبيجي بيحكي لك يا اخوان بكل بساطه التستيز مكونه من 900 كولد سيمينفرس تيوبيول. قلنا التستيز ايش مكونه؟ من سيمينفرس تيوبز. كلمه سيمينفرس يا اخوان معناها منوي، وتيوبيول انيبيبات، هي انيبيبات منويه اللي تنتج فيها ايش؟ الحيوانات المنويه. كل واحده من هذول ال 900 انيبيبات المنويه او سيمينفرس تيوبيولز يا اخوان طولها قرابه النص متر لهذا السيمينفرس تيوبيول. وزي ما حكينا في داخلها ايش بصير في عندي؟ ذا سبيرمز ار فورمد، وهي اهم نقطه عندي. اين يتم تكوين السبيرمز؟ بالسيمينفرس تيوبيولز. هاي السبيرمز اخوان ذن امتي بعدين بتروح على وين؟ على الابيديدمس زي ما حكينا، اللي هو ايضا كويلد ملفوف او تيوب ملفوف حول بعضه. وقديش طول لو تيجي تفرده؟ حرفين بيكون 6 متر هذا الابيديدمس. لو تيجي انت حرفين تلف اللي هي او تفكه وتفرد هذا الابيديدمس بيطلع طوله تقريبا 6 متر. عندك يا اخوان السبرماتوجينيسيس، قلنا شو معنى كلمه سبرماتوجينيسيس؟ هي تكوين السبيرمز. بحكي لك في اثناء مرحله الامبريو او في اثناء تكوين الامبريو اللي هو الجنين، في عندي انا يا اخوان خلايا اسمها برايمورديال جيرم سيلز. كلمه جيرم سيل، كلمه جيرم سيل مقصود فيها الخلايا الاوليه التي تنتج سواء الحيوانات المنويه عند الذكور او البويضات عند الإناث. فما هي الجيرم سيلز؟ الخلايا الأولية التي ستعطي الحيوانات المنوية والبويضات، تمام؟ تمام. وبرايمورديال حرفيا معناها بدائي. شو معناها؟ بدائي يعني بعد أن هاي الخلايا بعد أصلا ما راحت على التستيز. فأنا يا أخوان في أثناء تكوين الجنين وهو بطن أمه، هاي برايمورديال جيرم سيلز تتكون في مكان ثاني في الجسم بعدين تهاجر. وين تقعد لي؟ في التستيز. اول ما هاي برايمورديال جيرم سيلز، الجيرم سيلز البدائيه، تهاجر على التستيز بصير اسمها اماتشور جيرم سيلز. فاذا شو اسم الجيرم سيل او الخلايا التي تنتج الحيوانات المنويه الموجوده في داخل التستيز؟ اسمها اماتشور جيرم سيل. وهاي الاماتشور جيرم سيل يا اخوان بعطوها اسم، هي السبرماتوجونيا. فاذا اذا قال لك اول خليه انا موجوده عندي اياها في داخل التستيز مين هي؟ سبرماتوجونيا. وهاي السبرماتوجونيا يا اخوان هي التي ستنقسم لقدام وراح تعطيني كل الحيوانات المنويه، تمام؟ تمام. والباقي بدي اياه. بيجي بيحكي لك السبرماتوجونيا بعدين شو راح يصير فيها؟ راح يصير فيها مايتوسيس، مايتوتيك ديفيجن، راح تنقسم انقسامات متساويه. متى؟ beginning at puberty، لما يوصل الذكر عند سن البلوغ.
عند سن البلوغ يا اخوان هاي السبرماتوجون تبلش تنقسم، بتبلش تتضاعف، بروليفيريشن نفس المعنى، وتبلش تتمايز عشان بالنهايه ايش تعطيني؟ تو فورم ذا سبيرم. بس اللي بحط لكم او بعين عليه حطوا لي تحتيه خطوه ايش انا بدي اياه، تمام؟ يا سلام عليك. نحكي يا اخوان عن خطوات تكوين السبرماتوجينيسيس. شو الواحد الان عرفنا فيه معلومات ولا شيء؟ عرفنا انه والله هاي التستيز فيها سيمينيفرس تيوبيولز 900 واحد، كل واحد منهم لو اجي افرضه بكون نص طوله نص متر، وهذا هو مكان تكوين السبيرمز. هذا السيمينيفرس تيوبيولز وين بفضل السبيرمز ما يكونها؟ بالابيديدمس، وهو ايضا كويلد تيوب، اي مقصود فيه انبوب ملفلف حوالي حاله. لو يجي ينفرد هذا الابيديدمس قديش طوله؟ 6 متر. وقلنا السبرماتوجينيسيس كيف ببلش؟ بيكون انا في عندي خلايا في اثناء تكوين الامبريو اسمها برايمورديال جيرم سيلز، تهاجر من مكان صنعها في اثناء تكوين الجنين الى التستيس، وبصير اسمها اما تشور جيرم سيل او سبرماتوجونيا بس. وهاي السبرماتوجونيا الموجوده في التستيس في السيمينيفرس تيوبيولز هي اللي راح يصير لها تضاعف وتمايز تعطيني بالنهايه السبيرمز. ولا حكينا شيء ثاني. ما هي خطوات تكوين سبرماتوجينيسيس؟ السبرماتوجينيسيس يا اخوان مره مليار، اين تكوين السبيرمز بيصير؟ بالسيمينيفرس تيوبيولز. متى؟ لما الانسان يبلغ، during the active sexual life، في اثناء مرحله البلوغ. متى اللي هي الرجل بالعاده ببلغ؟ at an average age of 13 years، فبتبلش عمليه تكوين حاجه منويه تقريبا بعمر 13 سنه، وبتكمل throughout most of the remainder of the life، وبتكمل لنهايه حياه الانسان. ولكن طبعا إشي منطقي، اي انه كلما زاد عمر الانسان كلما قل تكوين حيوانات منويه، صح؟ فذس ديكريزز ماركتلي ان اولد ايج، المقصود انه كلما ايش زاد عمر الانسان صار عمره اكبر السبرماتوجينز تكوين سبيرمز بقل بشكل ملحوظ. تمام. في اول مرحله من مراحل السبرماتوجينيسيس يا اخوان قلنا السبرماتوجونيا بتكون قاعده وين؟ فيها السيمينيفرس تيوبيول، صح؟ عشان اورجيك الصوره، السيمينيفرس تيوبيول يا اخوان هو عباره عن انبوب ومكون من خلايا، صح؟ هاي الخلايا المكونة هذا الانبوب اسمها سيرتولي سيلز. هاي عارفين هي الخلايا ذات لاينز ذا تيوبيولز او المكونه للتيوبيولز. هاي السيرتولي سيل يا اخوان لاحظين هون، هاي الخليه اللي تحت هاي السبرماتوجونيا، وراح تبلش تتمايز وتتمايز وتتضاعف عشان بالنهاية شو تكون لي؟ الحيوانات المنوية. فإذن أنا عندي يا إخوان بيجي بحكي لك هذا السبرماتوجونيا اللي كانت جوا الأنبوب هسه بتروح وين؟ على الخلايا المكونة للأنبوب، بتروح على السيرتولي سيلز، وبعدين بتروح منها على السنترال لومن أوف ذا سيمينيفرس تيوبيول. باختصار السبرماتوجونيا ستهاجر من مكانها جوا السيرتولي سيلز هون، وتبلش تعبر تمشي تمشي تنو توصل، وهون في عندي ايش؟ هذا التيوبيول في المنتصف، هون الفراغ اللي فيه، بدها تطلع لفوق تنو توصل عند ايش؟ منتصف التيوبيول، منتصف السيمينيفرس التيوبيول. بس هذا اللي بدي احكي لك اياه، ومعلومه كثير مهمه صراحه. هسه انا يا اخوان هاي الرسمه مهمه جدا صراحه، كثير مهمه. هاي في عندك وتختصر عليك كثير صراحه من الجهد. انا عندي يا اخوان بتتذكر وقلت لك انه انا عندي في اثناء الجنين بيكون في عندي برايمورديال جيرم سيل، صح؟ في مكان ثاني تتكون هاي اثناء تكوين الجنين، تهاجر الى التستيس. شو بصير اسمها؟ اما تشور جيرم سيل او سبرماتوجونيا اسم الثاني، صح؟ هاي السبرماتوجونيا يا اخوان راح تسوي لي مايتوسيس. شو المايتوسيس؟ انقسام متساوي. شو انقسام متساوي؟ هذا انقسام بيعطيني خليتين متطابقتان وشبه الاصل عن ايش؟ عن خليه اللي انقسمت بالاول يعني. فإذن أنا أول إشي بصير على سبرماتوجونيا ما هو حط لي خط مايتوتيك ديفيجن، انقسام متساوي. تعطيني خليتين، شايف الخلية هاي الثانية بتروح بتعوض مكان الخلية اللي انقسمت. فأنا صار في عندي أنا خلية انقسمت لخليتين، وهان مش صار في فراغ مكانها، لا واحدة من هذول الخليتين بتروح بتعوض مكان خلية اللي انقسمت، تمام؟ والخلية الثانية شو بصير فيها؟ الآتي، هاي الخلية الثانية يا أخوان هي اللي راح تعطيني السبيرمز أو الحيوانات المنوية. بداية انا عندي يا اخوان بعرف في عندي نوعين من انواع الانقسام، انقسام متساوي وانقسام منصف، صح؟ مايتوسيس وميوسيس. مايتوسيس بعطيني خليتين متطابقات ونفس الخليه الاصليه، بينما الميوسيس هي ميوسيس او الميتوتيك ديفيجن، هذا يا اخوان مسؤول عن تكوين السبيرمز والاوفمز، مسؤول عن تكوين الحيوانات المنويه والبويضات. فهاي السبرماتوجونيا او الاماتشور جيرم سيل اول شيء بصير فيها هي بتيجي هون تمشي وبصير اسمها برايمري سبيرموسايد، يعني راح تبلش تعدل من شكلها، يصير فيها شويه موديفيكيشنز ويصير اسمها برايمري سبيرماتوسايد، تمام؟ هاي البرايمري سبيرماتوسايد يا اخوان بكل بساطه، طبعا شو بصير على هاي اللي هي سبيرماتوجونيا؟ بتكبر يا اخوان، وقلت لك بصير فيها بعض التعديلات والموديفيكيشنز، وبصير بعدين اسمها اللي هي برايمري سبيرماتوسايد. هاي البرايمري سبيرماتوسايد بتفوت بالميوسيس. شو الميوسيس؟ انقسام المنصف
المسؤول عن تكوين السبيرمز عند الرجال ومسؤول عن تكوين البويضات عند النساء، صح؟ ممتاز. هاي برايمري سبرماتوسايت بتفوت بالميوسيس. ميوسيس كم مرحله؟ مرحلتين، ميوسيس 1 او ميوسيس ديفيجن 1 وميوسيس 2 او ميوسيس ديفيجن 2. تمام. اول مرحله عباره عن ميوسيس 1، هذا حكي بيه من الفصل الماضي. ميوسيس 1 البرايمري سبرماتوسايت تنقسم الى خليتان اسمهم سكندري سبرماتوسايتس. هذول السكندري سبرماتوسايتس اللي هم الثانويات بفوتوا بالميوسيس 2 بعطون السبرماتيدز. شو هذول السبرماتيدز؟ هذول السبرماتيدز هم حرفيا الحيوانات المنويه ولكن بعدهم مش ناضجات. هذول السبرماتيدز فيهم تمايز ونضوج وماتشوريشن وبيصيروا سبرمز فقط لا غير. فاذا عندي سبرماتوجونيا بتفوت عندي بميتوتيك ديفيجن، ميتوسيس انقسام متساوي، بتعطيني خليتين، واحده منهم بتعوض مكان الخليه الاصليه والثانيه بتكمل بالميوسيس. قبل ما تفوت هاي سبرماتوجونيا بالميوسيس شو بدها تسوي؟ بدها تسوي تعديلات، بدها تكبر. شو بصير اسمها؟ برايمري سبرماتوسايت. برايمري سبرماتوسايت بتفوت بالميوسيس. الميوسيس مرحلتين، ميوسيس واحد وميوسيس اثنين. الميوسيس الواحد يا اخوان راح يجي يمسك البرايمري سبرماتوسايت يقسمها الى خليتان، كل واحد منهم يسميها سكندري سبرماتوسايت، وكل واحد من هذول السكندري سبرماتوسايت بتفوت بالميوسيس اثنين. شو بتعطيني؟ خليتين سبرماتيدز. وهذول السبرماتيدز لما ينضجوا ويسووا ديفرنشيشن ويتميزوا شو بعطوني؟ السبيرمز. فلاحظوا يا اخوان كل خليه سبرماتوجونيا واحده كم سبيرم بتعطيني؟ أربعة. عشان أنا بعرف من الميوسز راح يطلع عندي أربع خلايا، هذا حكي بيو زمان صح؟ انقسام المنصف بعطيني أربع خلايا. طيب ليش سميناه يا أخوان منصف؟ ليش سمينا هذاك متساوي وهذا منصف؟ هذا انقسام متساوي أم ميتوسز، لأن الانقسام يا أخوان لهذه الخلية زي ما حكينا راح يعطيني خليتين متطابقات ونفس الخلية الأصلية بشكل رئيسي من ناحية إيش؟ عدد الكروموسومات. يعني أنا بعرف قديش عدد الكروموسومات في خلية جسم الإنسان؟ 46 كروموسوم. هاي بتكون 46 كروموسوم، لما تيجي تنقسم كل واحدة من هذول 46 46. تمام؟ تمام. طيب بالميوسيس ترى يا اخوان البرايمري سبرماتوسايت اول ما تفوت بالميوسيس وتصير سكندري، السكندري بدل ما كانت 46 قد ايش بصير فيها؟ طيب كيف؟ انقسم الاحمر على الازرق صح؟ بتصير ايش؟ 23 كروموسوم كل خلية، عشان سميناها منصف، اي بصير عندك نصف عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة. فالميوسيس يا اخوان يؤدي الى تنصيف عدد الكروموسومات. فإذا سألك سؤال وين اخر مرحله انا من مراحل تكوين السبيرمز بيكون في عندي 46 كروموسوم، بتمد لي خط بخط ايدك هون، وين عندي البرايمري سبرماتوسايت؟ هاي برايمري سبرماتوسايت كان في 46 كروموسوم، اول ما فاتت بالميوسيس هاي البرايمري صارت فيها 23 23. وهذول يا اخوان لاحظوا انه اصلا كل كروموسوم ايش ماله؟ اندوبل زي حرف الاكس صح؟ بفوت بالميوسيس 2 بفصل الكروموسومات اللي هي مزدوجه عن بعضها، وصار عندي اربع خلايا كل واحده منهم فيها قديش؟ 23 كروموسوم، هذول هم السبيرمز. تمام؟ يا سلام عليك. فالميوسيس يا اخوان نفس الحكي اللي حكيناه، السبرماتوجونيا لما تفوت على السيرتولي سيلز قلنا ايش مالها؟ وكانت سوت اللي هي الميتوسيس وانقسمت الخليتين، هون بتفوت على السيرتولي سيلز وقعدت لي وين؟ روسل محمد هون بالاسفل، هون شو مالها؟ بتكبر بتصير انلارج ويصير فيها موديفيكيشنز، وشو بصير اسمها هاي السبرماتوجونيا؟ اسمها برايمري سبرماتوسايت، حلو. هاي البرايمري سبرماتوسايت بتفوت بأي مرحلة؟ الميوسيس. It undergoes mitotic division. شو بتعطيني؟ two secondary spermatocytes. فالبرايمري بعطيني خليتين secondary spermatocytes. تمام؟ وهذول السكندري بفوتوا بالمرحلة الثانية من الميوسيس صح؟ بيروح بنقسموا to form spermatids. شو بعطوني؟ spermatids. وهذول spermatids بيسوي لهم differentiation modification. شو differentiation؟ تمايز، modification تعديل، maturation نضوج، أي شيء بدك يحكي عادي عشان إيش تحول وصير اسمها spermatozoa أو sperm. كلمة spermatozoa هي نفس السبرم أو الحيوان المنوي. تمام؟ فالمراحل سبرماتوجونيا بتفوت ميتوسيس صارت خليتين، واحدة منهم بتعوض الأصلية والثانية بتكمل. هاي اللي كملت بصير في عليها كبران في الحجم وتتعدل، شو بصير اسمها؟ برايمري سبرماتوسايت. هاي برايمري سبرماتوسايت هي اللي بتفوت بالميوسيس. سألوا سؤال في الامتحان which of the following cells is the cell that undergoes meiosis؟ هي البرايمري سبرماتوسايت. سو ميوسيس 1 وميوسيس 2 بالنهاية تعطيني السبيرمز. بس يعطيك العافية. During the change from spermatocyte stage to the spermatid stage يا اخوان انا كان في عندي بالبداية كم كروموسوم؟ 46 كروموسوم بايش؟ بالبرايمري سبرماتوسايت صح؟ بينما لما اجت سوت ميوسيس وانقسمت صارت فيها ديفيجن صار كل 23 كروموسوم go to one spermatid وال 23 ثانية بروح على السبرماتيد الثاني صح؟ فإذا أنا عندي هاي برايمري سبرماتوسايت كان في 46، لما سويت ميوسيس كل سبرم قديش أخذ؟ 23 كروموسوم. حلوين.
عملية هاي السبرماتوجينيسيس يا اخوان كاملة اللي هي تكوين السبيرمز قديش مدتها؟ بيك ذا انتاير بيريد اوف سبرماتوجينيسيس بتاخذ 74 يوم. تاخذ قديش؟ 74 يوم، وهذا رقم دقيق مهم جدا، هي المدة المحتاجة لتكوين السبيرمز. تمام؟ تمام. نيك كان السكس كروموسومز يا اخوان، انا سؤال، واحد كذكر شو بيكون في عنده يا اخوان من اللي هي سكس كروموسومز؟ بيكون عنده اكس واي، صح؟ هسه انا بعرف من البيو انه الانسان عنده 46 كروموسوم، اخر كروموسومين الزوج الاخير اخر بير من الكروموسومين ايش بيكونن؟ اكس واي عند الذكر، صح؟ وعند الانثى اكس اكس. طيب نيك عن ذكور كنا عن ميل سيل برودكتيف، هذول الاكس واي، هذا الاكس من وين جايك؟ من الام، فبسميه فيميل كروموسوم. الواي بيكون من وين جايك؟ جايك من الاب، فبسميه ميل كروموسوم. ما بدها علم، فبيكي لك السكس كروموسومز بس من هون بتبلش لي. ذس بير او البير هذا اللي هو الاخير في الكروموسومات مكون من كروموسوم اكس اللي بسميه فيميل كروموسوم، وكروموسوم واي بسميه ميل كروموسوم. طيب والله سؤال، السبيرمز مش فيها 23 كروموسوم بس، يعني نصف العدد؟ فكل سبيرم يا اخوان بيكون ماخذ يا واي يا اكس. فتخيلي هاي اللي برايمري سبرماتوسايت كان 46 كروموسوم، صح؟ فيها اكس وفيها واي. لما قسمت السبيرمز اكس راحت على واحده من السبيرمز والواي راحت على السبيرم الثاني، بس فقط لا غير. تمام؟ فاللي السبيرمز ايش بيكون فيها؟ يا اكس كروموسوم يا واي كروموسوم، والله ما بدي اعلم. طب ليه كان السبيرم نفسه والحيوان المنوي وايش متكون يا اخوان؟ هاي الرسم ما بتهمني صراحه، انا بس بدي اعينك شغله. شايفين يا اخوان هون بالنص؟ يعني منطقة عندنا حاطين هاي فاكيول، سيبك منها كلمة فاكيول. هون بالنص يا اخوان شو بيكون في عندي؟ بيكون في عندي نيوكليوس نواة بس، تمام؟ بيكون عندي نواة. فوق هاي النواة اذا لاحظين في هذا الجزء الزهري يا اخوان هي زي كاب، زي الطاقية فوق السبيرم. شو اسمها هاي؟ اسمها اكروزوم. شو هذا الاكروزوم يا اخوان؟ هو عبارة عن حرفيا قطعة فيها انزيمات هاضمة. شو فيها؟ انزيمات هاضمة. ليش؟ هذا يا اخوان السبيرم وظيفته ايش بالنهاية؟ يروح على البويضة يخترقها ويسوي لها إخصاب. طيب كيف هذا الحيوان بدي يخترق البويضة ويخترق جدار البويضة؟ عن طريق هذا الأكروسوم. هذا الأكروسوم أول ما الحيوان المنوي يجي يقرب على البويضة، الأكروسوم يفرز إنزيماته الهاضمة الموجودة فيه عشان السبيرم يقدر يخترق البويضة ويسوي لها إخصاب. تمام؟ تمام. وبعدين يا أخو أنا شوفي عندي تحت هون عندي الفلاجيلا، سخطت الذكر بالبيو اللي هو الذيل تبع إيش اللي هو السبيرم، هذا اللي بتحرك وبصير في عنده حركة موجية عشان يسمح للسبيرم انه يمشي، صح؟ بس خلينا نحكي شوية تفاصيل زيادة هون. انا الرأس تبع السبيرم يا اخوان والهيد تبع السبيرم كومبرايزز بايش في داخله؟ يوجد كوندنسد نيوكليوس، النيوكليوس كثير مضغوطة، تمام؟ تمام. وحوالي هاي النيوكليوس there is a thin cytoplasmic او بسميها سيل ممبرين على السطح. فعندي انا نواة هون وعلى السطح غشاء جدا ثن وجدا رقيق، ممتاز. طيب فوق النيوكليوس قلنا شو في عندي؟ بيجي بحكي لك عندي هون ايش؟ عندي اكروزوم. على الاوتسايد في عندي انا ها بس اللي بعين لك عليه، on the outside there is a thick cap، في عندي انا زي طاقية هون ايش مالها؟ ثخينة. شو اسمها؟ اكروزوم نقطة. هذا الاكروزوم ايش فيه؟ يحتوي قلنا على انزيمات، هذا مع number of enzymes. من هاي الانزيمات هيالورونايديز بالاضافة الى بروتيوريتيك انزيمز. شو هذا الهيالورونايديز يا اخوان؟ هذا انزيم يستطيع انه يهضم البروتيوغلايكانز. شو البروتيوغلايكانز؟ اللي هي عبارة عن اي، طبعا اللي هي تيشو زي مقصود فيها، اللي هي فيلمنتس، اي مقصود فيها اي فيلمنتس او اي فايبرز او اي الياف مكونة من بروتينات وجلوكوز. مين بكسر لي اياها؟ هيالورونايديز. هل دكتور حميد بطاينة بيجيب لك في هاي التفاصيل؟ لا، ولكن بدي اياك تعرف لي اسماء كثير مهمات. الانزيمات الموجوده في الاكروزوم، اول انزيم هي هيالورونايديز اللي بكسر البروتيوغلايكانز، بكسر البروتينات والجلوكوز. وعندك بروتيوليتيك انزيم اسمها بروتيوليتيك، بروتين بروتي معناها بروتين، وليتيك مكسره، اي انزيمات مكسره للبروتينات في الدايجست بروتينز. فهذول الانزيمين البروتيوليتيك انزيمز والهيالورونايديز وين موجودات؟ في الاكروزوم. شو وظيفتهن؟ مهمات جدا بانه يسمح للسبيرم انه تدخل على الاوفم، تدخل على البويضه وتسوي فيها فيرتلايزيشن او تسوي فيها اخصاب. حلوين؟ قلنا الذيل الكروموسوم، الذيل السبيرم من ايش مكون؟ مكون هذا الذيل او بسموه عفوا هو بسموه فلاجيلا. من ايش مكون يا اخوان بكل بساطه؟ هذا يا اخوان الفلاجيلا هو عباره عن مايكرو تيوبيولز. اذا بتتذكروا زمان كان في عندك الانترميديت تيوبيولز، مايكرو تيوبيولز، ما بتهمني هاي الشغلات هسه حاليا. ولكن بدك تعرف انه هذا الفلاجيلا فيه ثلاث مكونات رئيسية، السنترال سكيلتن أو الهيكل تبع هذا الفلاجيلا كامل، الهيكل تبع هذا الذيل كامل مكون من 11 مايكرو تيوبيول،
تمام؟ فاذا هذا الفلاجيل لما اطلع عليه انا الهيكل تبعه ليش مكون من 11 مايكرو تيوبيول، ممتاز، هي عباره عن الياف تساعد على تكوين اجزاء زي الفلاجيلا او السيليا او غيرها، فمكون من 11 مايكرو تيوبيول. وهذا يا اخوان الهيكل تبع الفلاجيلا شو بسميه؟ بسميها اكزونيم. شو بسميها؟ اكزونيم، اي المحور. فالمحور تبع هذا الفلاجيلا مكون من 11 مايكرو تيوبيول، هذا اول شيء. طيب فوق المحور هذا شو في عندي؟ غشاء رقيق جدا يحيط بهذا المحور من الخارج، فعندي ثن سيل ممبرين يحيط بهذا المحور اللي هو الاكزونيم. حلوين؟ حلوين. ولو تيجي تقرب انت شوية على الرسمة راح تلاحظ بانه انا عندي هون زي ايش؟ دوتس حمراء جوا هذا المحور او جوا هذا اللي هو ايش؟ الفلاجيلا. شو هاي النقط الحمراء يا اخوان؟ عبارة عن ميتوكوندريا. هسه السؤال، الفلاجيلا شو وظيفته؟ الحركة الموجية اللي بتسمح للسبيرم انه يمشي، صح؟ طيب هاي الحركة مش بدها طاقة؟ مين بيكون لي الطاقة؟ دي الميتوكوندريا. فالميتوكوندريا بتعطيني طاقة، تذكروا من البيو او حتى البيو كيم، الميتوكوندريا بتعطيني ATP اللي هي عبارة عن جزئية، اللي هي عبارة عن جزيء الطاقة، وهذا الـ ATP بستهلكه في حركة الفلاجيلا عشان السبيرم يقدر يمشي، تمام؟ تمام. فإذا بيجي بيحكي لك أول مكون كان هو عبارة عن السنترال سكيلتون او الهيكل او بيسوي المحور اكزونيم، ومكون من 11 مايكروتوبيول، فوقيه في عندي غشاء رقيق، واخر شيء في عندي كوليكشن اوف مايكروتوبيولز فقط لا غير. وين موجوده؟ انتوا لاحظوها وين موجوده؟ في الجزء القريب على الجزء على اللي هو البادي اوف ذا سبير، عفوا اللي هو على الهيد اوف ذا سبيرم، والجزء البعيد لا موجود على البروكسيمال بارت، على الجزء القريب من ايش؟ ذا هيد اوف ذا سبيرم، موجود على البروكسيمال بارت اوف ذا تيل او ايش؟ الفلاجيلا، تمام؟ تمام. فإذا يا اخوان بيجي بيحكي لك باك اند فورث موفمنت اوف ذا تيل، الحركه الموجيه، هاي باك اند فورث موفمنت، حركه الموجيه للي هو الايش؟ التيل. مين التيل؟ اللي هو الفلاجيلا. حركه الفلاجيلا تعمل موتيليتي للسبيرم، هي التي تعطي الحركه لهذا الحيوان المنوي، تمام؟ طيب هاي الحركه مش بدها طاقه؟ ممتاز. هاي الطاقه مين بيعطيني اياها؟ الميتوكوندريا، هاي اللي هو ايش؟ لونها احمر بس. بيحكي لك ذا انرجي، والطاقه اللي بحتاجها انا عشان هاي الحركه، فور ذيس بروسيس، هي الحركه السبلايد بتتاخذ على شكل اي تي بي، ادينوسين تايفوسفيت، ترايفوسفيت عفوا، من وين منتجه؟ سينثيسايز باي ذا ميتوكوندريا. بس نقطه انتهى. حلوين؟ حلوين. ممتاز. فاذا الميتوكوندريا انتجت لي طاقه، خلت السبيرم او انتجت اي تي بي، اي تي بي استهلكت عشان السبيرم يتحرك. السبيرم بلش يتحرك. قديش سرعة مشي السبيرم؟ النورمال سبيرم موف أو موفمنت، حركة السبيرم الطبيعية بتكون بسرعة وفيلوسيتي 1-4 مليمتر في الدقيقة. فقديش سرعة السبيرم؟ 1-4 مليمتر في الدقيقة. وهاي الحركة يا إخوان، أنا ليش بدي السبيرم يتحرك أصلاً؟ عشان بكل بساطة لما السبيرم يدخل على جسم الأنثى يقدر إنه يمشي بالفيميل جينيتال تراكت ويمشي بالجهاز التناسلي تبع الأنثوي عشان يوصل للبويضة بس. فthis allows them to move through the female genital tract، هذا يسمح لهم أن يتحركوا في الفيميل جينيتال تراكت عشان بالنهاية يوصلوا مين؟ للأوفم أو البويضة. يا سلام عليك. نحكي إخوانا هسه عن الهرمونات التي تحفز السبرماتوجينس أو تحفز تكوين السبيرمز. هم خمس هرمونات. أول هرمون هو التستوستيرون، سبحانك يا الله، هرمون الذكورة. طبعا يا إخوان تتذكروا من محاضرات أمس محمد اللي هي محاضرات الإندوكراين، حكينا بأنه في داخل التستيز، عفوا نسوي هيك بالأسود، في داخل التستيز يوجد نوعان من الخلايا. نوع من الخلايا اسمه سيرتولي سيلز، ونوع من الخلايا اسمه لايدك سيلز. قلنا السيرتولي حكينا في هاي المحاضرة، قلنا هي الخلايا المكونة للسيمي نفرس تيوبيولز، وهي الخلايا اللي بتكون لي إيش بالنهاية؟ بكل بساطة السبيرم، صح؟ فالسيرتولي شو وظيفتها؟ هي تكوين السبيرم. اللايدك يا اخوان تتذكروا كان في لها وظيفة واحدة، هي ايش؟ انتاج التستوستيرون. فاذا التستوستيرون من وين طالع؟ طالع من اللايدك سيلز في داخل التستيس بس. شو وظيفتها اللي هي التستوستيرون؟ بس من هون نحكي essential for growth and division of germ cells او germinal cells، مهم لنمو وانقسام الخلايا المكونة ايش؟ السبيرم بس. شوف لك كمان هرمونات ثانية، ال H و FSH، تذكرون من محاضرات الاندوكراين، ال ال اتش او اللوتيرايزنج هرمون حكينا بياثر على اي خليه اسمه ال 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 اتش، ال اتش لانه في حرف ال يؤثر على اللايدج بخليها تفرز الايش؟ التستوستيرون، صحيح 100%. بينما في عندك هرمون الاف اس اتش، هي اف اس اتش، شو فيه اس؟ فيه اس، صح؟ فبياثر على السيرتول اللي فيها اس عشان ايش بالنهايه؟ تنتج السبيرمز وتحفز انت تجي سبيرمز فقط لا غير، تمام؟ هي كل القصه. فاذا ال اتش يا اخوان والافس طبعا وين بنفرزن؟ بنفرزن من الانتيريور بيتويتري جلاند، سكريتد الاثنين سكريتد باي ذا بيتويتري انتيريور بيتويتري جلاند.
اللي تنازل عمين بيأثر على اللايدك سيلز عشان تفرز التستيرون. اف اس اتش عمين بيأثر ستيميوليز سيرتولي عشان ايش؟ عشان تحول سبيرماتيز سبيرم او بين قوسين تو فورم ذا سبيرم باختصار. شوف فيديو هرمونات اخرى، استروجين والجروث هرمون. هذا الاستروجين يا اخوان من وين جاي عند الذكور؟ هسا انا قلت لك اللي هو التستوستيرون منفرز من اللايدك سيلز، صحيح؟ هذا التستوستيرون يا اخوان احيانا بيطلع من اللايدك، وين بيروح؟ على السيرتولي. عندك هناك السيرتولي تستطيع ان تمسك التستوستيرون وتحوله لايش؟ تحوله لاستروجين. فالاستروجين طالع من ايش؟ طالع من التستوستيرون اللي راح على السيرتولي سيلز وتحول. طيب ايش اللي خلى هاي السيرتولي سيلز انها تمسك التستوستيرون وتحوله للاستروجين؟ مين في هرمون قاعد بياثر على هاي السيرتولي؟ اف اس اتش يا اخوان. فلاحظوا الاف اس اتش بياثر على السيرتولي انها تسوي شغلتين. الأول انها تنتج السبيرمز، هاي سبيرم معلش على الخط يعني معلش خط دكتور ما شاء الله، تنتج سبيرمز. والوظيفه الثانيه انها تخليها تمسك التستوستيرون وتحوله لاستروجين بس. فاذا الاستروجين ناتج من التستوستيرون اللي بروح السيرتولي، وهاي السيرتولي بتتحفز ستيميوليتد باي مين؟ باي الاف اس اتش لتمسك التستوستيرون وتحوله لاستروجين. يا سلام عليك. طب الاستروجين شو وظيفته؟ زي التستوستيرون تقريبا، مهم في السبرماتوجينيسيس يعطيك العافيه، مهم في تكوين السبيرمز. طب واخر هرمون اللي هو الجروث هرمون اسمه هرمون النمو. فهذا يا اخوان هرمون مهم في الايرلي ديفيجن اوف ذا سبرماتوجونيا. ذكر سبرماتوجونيا اللي هي الخلايا الاوليه، هاي الخلايا الموجوده هون، اول خليه موجوده عندي في داخل التستيز. هاي سبرماتوجونيا عشان تنمو وتنقسم انقساماتها الأولية، أول انقسامات عندها، هاي الانقسامات مين مهم فيها؟ هو اللي جروث هرمون، تمام؟ فهو اللي جروث هرمون مهم، بهي كلمة إيرلي كتير مهم، بالإيرلي ديفيجن أوف ذا سبرماتوجونيا، في انقسامات الأولى من السبرماتوجونيا. طيب جروث هرمون إذا بطل موجود، ما في انقسامات للسبرماتوجونيا، ما في تكوين سبيرمز، بصير الانسان عقيم بس بكل بساطه. فالجروث هرمون اذا كان بطل موجود زي البيتويتري دورفز، اي المقصود فيها الناس اللي بيكون عندهم البيتويتري كامله خربانه، فالجروث هرمون بيروح، الاتش بيروح، اف اس اتش بيروح، هذا كل انطلعت من انتيري البيتويتري. شنو الجروث هرمون باي ذا واي؟ ايضا يفرز من انتيري البيتويتري بس للتذكير. لما تكون البيتويتري خربانه ويكون هذول الهرمونات كلهن رايحات، السبرماتوجينيسيس از ابسنت، ما في تكوين للسبيرمز، نقطة انتهى، تمام؟ نحكي عن ايش؟ الماتوريشن اوف ذا سبيرمز ابيديدمس، تطوير السبيرمز في الابيديدمس يا سيدي، في الابيديدمس عفوا. بيجي بيحكي لك يا سيدي انا عندي السبيرمز، من وين بتتكون؟ تتكون في السيمينيفرس تيوبيولز، صح؟ وبعدين وين بتروح؟ على الابيديدمس، هذا الجزء اللي هون اللي كثير كويلد وملفوف. انا يا اخوان هاي السبيرمز عشان تعبر عبر الابيديدمس بدها عده ايام. ليش؟ بدايه الابيديدمس طوله 6 متر، فبدي عده ايام عشان ايش؟ امشي فيه. هذا اول سبب. ثاني سبب، السبيرمز يا اخوان وهي في داخل جسم الذكر، وهي في داخل التستيز، بتكون اموتايل، لا تستطيع ان تتحرك. فحركه هاي السبيرمز في داخل الابيديدمس هي بسبب حرفيا انقباضات الابيديدمس نفسها، يعني جدار الابيديدمس دقيقه عم بنقبض وبحرك السبيرم شوي شوي لقدام، تمام؟ بينما السبيرمز نفسها بتكون اموتايل وغير قادره على الحركه. فبيجي بحكي لك بكل بساطه هون بانه بعد ما يتكون انا عندي السبيرمز في السيمينيفرس تيوبيولز، ذا سبيرم ريكوايرز سيفرال ديز، يحتاج الى عده ايام ليعبر عبر الابيديدمس. قديش طوله؟ 6 متر، تمام؟ نقطة انتهى بس. طيب نحكي عن تخزين السبيرمز يا سيدي. بكل بساطة أنا عندي التستيز، الخصيتين عند الرجل، تستطيع أن تكون 120 مليون سبيرم في اليوم الواحد. إذا قلت لك سؤال باليوم الواحد كم سبيرم بنتج؟ تحكي لي 120 مليون سبيرم في اليوم الواحد. طيب وين بتخزنن؟ بحكي لك ديش تطلع هون على هاي الرسمة، لاحظوا الإبيديدمس بيكمل، لما يخلص من الإبيديدمس بيكمل على شكل أنبوبة طويل، شو اسمه؟ هيو vas difference، شو اسمه؟ vas difference. فانا يا اخوان السبيرمز يتم تخزينها بكميه قليله جدا في الابيديدمس، ولكن معظم السبيرمز ما بتتخزن في هذا الفاز ديفرنس، تمام؟ فاذا بيجي بيحكي لك بالنسبه لتخزين السبيرمز، اونلي اسمول كوانتيتي منهم ار ستور بالابيديدمس، ولكن موست اوف ذم ار ستور بالفاز ديفرنس. حلوين حلوين يا اخوان. طبعا بيكونوا مخزنين، ذي ار مين ستورد مينتيننج ذا فيرتيليتي، عشان يحافظوا على قدرتهم على الاخصاب. لقديش بقدر اخزنهم هذول السبيرمز في داخل الابيديدمس والفاز ديفرنس؟ بخزنهم لتقريبا شهر. بعد الشهر هذول السبيرمز بيخربوا وبطلوا عندهم قدره على انهم يسوي ايش؟ عمليه الاخصاب. طيب بعد الايجاكيوليشن هذا السبيرم وهو في مكان تخزينه وهو قاعد بالفاز ديفرنس والابيديدمس بقدر اخزنه لشهر، ولكن بعد الايجاكيوليشن بعد ما يتم قذف هذا السبيرم ويطلع لبرا، هذا السبيرم زي ما قلت لكم بيصير ايش ماله؟
موتايل، عنده قدرة على الحركة. قلنا السبيرم هو في داخل التستيز بيكون إموتايل، غير قادر على الحركة، ولكن بعد عملية الإيجاكيوليشن يطلع لبرا السبيرم بيكتسب قدرتين. القدرة الأولى إنه بيصير موتايل وقادر على الحركة، والقدرة الثانية بيكم كيب بالقادر على فيرتلايزنج ذا أوفم، إنه يخصب إيش البويضة. هاي عملية إنه السبيرم يصير قادر على الحركة وإنه قدر على يخصب البويضة، هاي بسميها ماتشوريشن أو النضوج. تمام تمام. هسه يا اخوان بيجي بيحكي لك بانه السيرتولي سيلز والابيثيليوم تبع الابيديدمس او الابيديدمس، يعني خلايا الابيديدمس وخلايا السيرتولي سيلز تفرز بجانب هذا السبيرم، عشان السبيرم يكون مخزن صح، يكون مخزن في هذا الابيديدمس وخزن في داخل الفاز ديفرنس. طيب بده يتغذى، بده نيوترينتس، من يوم تيجي هاي يا اخوان السيرتولي سيلز بالسيفنيفرس تيوبيولز وخلايا الابيديدمس تفرز سائل فيه ايش؟ فيه مواد غذائيه. بس هاي كل القصه. بحكي لك السيرتولي سيلز والابيديدمس سكريت سبيشال نيوتريانت فلويد، اي سائل مغذي خاص. تمام. هذا السائل ايش بيحتوي؟ ثلاث شغلات، فيه هرمونات زي التستوستيرون والاستروجين، ثانيا فيه بعض الانزيمات وله وظائف مش مطالبه منكم، ولكن الاهم من الاثنين فيه سبيشال نيوتريانتس وفيه مواد غذائيه خاصه. عشان ايش؟ عشان السبير ماتشوريشن ونضوج السبيرم. حلوين. فشو عرفنا من هاي الفقره؟ بكل بساطه انه انا عندي 120 مليون سبيرم اليوم بتكونوا، وين متخزنين؟ كميه قليله منها سوبر كوند بالابيديدمس، ومعظمها بتخزن من الفاز ديفرنس. لقديش بتخزنين؟ لمده تقريبا شهر. طيب بعد ما يتم قذف هاي السبيرمز وبعد الايجاكيوليشن، هاي السبيرمز تكتسب قدرتين. قدرة أولى بتصير عندها قدرة على الحركة والموتيليتي، وعندها قدرة على إخصاب البويضة. وهي العملية إنه تصير عندها قدرة على الحركة وعندها قدرة على إخصاب البويضة، شو بسميها؟ ماتشوريشن. وعشان هذا السبيرم يقدر إنه يصير ماتشور ويقدر إنه يصير ناضج ويكتسب هالقدرات، بده مواد غذائية، وهو مخزن. من مين تجي هالمواد الغذائية؟ بحكي لك السيرتولي سيلز والإبيديدمس نفسهم، هذول الاثنين بيفرزوا لي سبيشال نيوترينت فلويد، فيه هرمونات وإنزيمات، فيه مواد غذائية خاصة مهمة لنمو أو نضوج هذا السبيرم. حلوين؟ حلوين. نحكي عن physiology of this mature sperm بكل بساطة، وأنا ما يعني معظم إيش تفهم منعرفه. بحكي لك النورمال موتايل فيرتايل سبيرم، أي سبيرم الذي صار له ejaculation، طلع صار عنده حركة وصار إنه إيش بقدر إنه يخصب البويضة، قلنا بإنه بيمشي بسرعة قديش سرعته؟ 1-4 ملي متر بدقيقة، حكيناها فوق صحيح؟ ممتاز. بحكي لك أنا الactivity of the sperm أو قدرة السبيرم على الحركة وقدرته على الإخصاب تعتمد يا أخوان على شغلتين رئيسيات. ركزوا معي، تعتمد أول إشي على pH، وثانيا تعتمد على درجة الحرارة. مرة ثانية، إيش تعتمد؟ على pH وعلى درجة الحرارة. هاي شغل السبيرم، بحيث كلما زاد pH وكلما زادت الحرارة تزيد شغل السبيرم. شو يعني زاد pH؟ يعني صار الكلاين، صار قاعدي. وشو يعني زادت الحرارة؟ أي temperature زادت. هذا الشغل شو بيسووا؟ بيزيدوا من شغل السبيرم بكل بساطة. فالسبيرم بيجي بيحكي لك is greatly enhanced شغله، شغله كثير بيصير أكثر في النيوترال أو slightly alkaline medium. يعني لما يكون أنا عندي الوسط متعادل أو شوي قاعدي، هنا إيش ماله؟ بيكون السبيرم شغله جخة وبيجنن. ولكن هذا الشغل is greatly depressed، كثير نازل بيكون بالacidic medium، أي المشروط فيه إيش؟ بالوسط الحمضي. حيث انه يا اخوان حرفيا اذا كان في عندنا سترونج اسيدك ميديوم وسط حمضي قوي، هذا قد يؤدي الى موت السبيرمز والرابيد ديث، موت السريع بالسبيرم. تمام تمام. هاي اول شغله البي اتش، هي تكون شويه الكلاين او قاعد شويه، هذا بيكون بخلي السبيرم شغله جخه وبجنن. وايضا قلنا الاكتيفيتي للسبيرم على ايش بيعتمد؟ على درجه الحراره، حيث انه شغل السبيرم بيزيد بشكل ملاحظ وكثير كبير بزياده درجه الحراره. تمام، وهاي بديش اياها. حلوين حلوين. زي ما قلت قبل شوية يا أخوان، السبيرم هو مخزن في داخل الفاز ديفرنس والإبيديدمس، قديش بيعيش؟ قلنا تقريبا شهر. ولكن بعد الإيجاكيوليشن اللايف إكسبكتنسي أوف إيجاكيوليتد سبيرم، هاي بديش يعني نفس اللي هي جملة حكيناها فوق، عمر السبيرمز صار لهم قذف وطلعوا لبرا وصار لهم إيجاكيوليشن، عمرهم فقط يوم ليومين. فهذا السبيرم بعد ما طلع من عند الذكر وراح عند الأنثى، راح على الجهاز التناسلي الأنثوي في جينيتال تراكت، قديش بيعيش؟ يوم ليومين فقط لا غير. تمام تمام. هسه يا اخوان بلا اورجيك بسرعه السريع، انا عندي قلنا هون عندك هاي التستيز فيها اللي هي ايش؟ سيمنيفرس تيبيولز، تنتج هاي السبيرمز وبتروح على الابيديدمس. من الابيديدمس وين بتروح؟ على الفاز ديفرنس، هذا التيوب الطويل صح. الفاز ديفرنس هو ماشي طلع الصوره، بيمر اول اشي على زي غده اسمها السيمينال فيزيكل، وبعدين بنزل على اشي اسمه البروستيت. شو هذول الاثنين؟ خلينا نحكي على السريع يا اخوان. نحكي انا وش عن وظيفه السيمينال فيزيكل.
هاي هسه من الفيزيكلز والبروستيت يا اخوان بكل بساطه تعمل على افراز سوائل مع السبيرم. شو بتسوي؟ تفرز سوائل مع السبيرم. السبيرم حيوانات منويه فقط، ولكن بيكون معها سوائل، صح؟ هاي السوائل طالعه على السبيرم من وين جايه؟ من البروستات بالاضافه الى السيمينال فيزيكلز. هاي السيمينال فيزيكلز يا اخوان السائل اللي بتفرزه بيكون ميوكويد، وحطوا له تحتيه خط ميوكويد ماتيريال، اي بيكون سائل مخاطي زي المخاط. ايش فيه؟ فيه ثلاث شغلات رئيسيه. بدايه فيه نيوتريانس، مواد غذائيه. زي ايش مواد غذائيه؟ زي فريكتوز، سيتريك اسيد، اي ماده غذائيه، تمام؟ هاي واحد. ثانيا فيه كميات كبيره جدا من البروستاجلاندينز. ثالثا فيه فيبرينوجين. النيوتريانس والفيبرينوجين ولا راح احكي عنهم شغله، بس اعرف لي في هذا اللي هو من الفيزيكال فلويد فيه فيبرينوجين، بروستاجلاندينز ونيوتريانس. هاي البروستاجلاندينز هي اهم واحده فيهم الثلاث. هاي البروستاجلاندينز يا اخوان لها دور كبير بالفيرتلايزيشن، تساعد اتس بليفد، يعتقد بان ايش تساعد وايد بالفيرتلايزيشن او الاخصاب. كيف هذا اللي هو البروستاجلاندين يساعد الحيوان المنوي بانه يوصل لعند البويضه؟ يا اخوان بدايه خلينا نشرح شغله. هذا عباره عن فيميل جينيتال تراكت، صح؟ في عندك الفيجاينا، عندك السيرفكس اللي هو عنق الرحم، اليوترس اللي هو عباره عن الايش؟ الرحم نفسه، وعندك فالوبيان تيوبس او قناه فالوب، وعندك المبيض، تمام؟ تمام. بدايه شايفين هذا السيرفكس وعنق الرحم يا اخوان؟ فيه كميه ميوكس او اللي هو مخاط هائله جدا. فالسبيرم هو ماشي بالفيجاينا هيك، لما يجي على ميوكس تبع السيرفكس ممكن يعلق بهالميوكس ويبطل قادر انه يمشي، تمام؟ فهذا البروستاجلاندين بيروح بتفاعل مع السيرفيكال ميوكس وبيخليه مور ريسبتيف، اي اكثر تقبلا لحركه السبيرمز، فبيخلي السبيرمز عنده قدره انه يتحرك بهذا الميوكس. ثانيا انا عندي اخوان هذا البروستاجلاندين بيروح على هذا السيرفكس وعلى اليوترس والفيلوبيتيوس، شو بيسوي فيهن؟ بيسوي فيهن انقباضات عكسيه. كيف انقباضات عكسيه؟ انا انقباض اليوترس او فيلوبين تيوب او السيرفكس، كيف يكون انقباضاتها؟ بتكون من الاعلى الى الاسفل، يعني اليوترس بنقبض بهذا الاتجاه للاسفل، فبيطلع ايش جواته لبرا المقصود فيه. ولكن انا البروستاجلاند لما يجي على هذا على هذا اليوترس او الرحم والفيلوبين تيوبس بخليها تنقبض بالاتجاه المعاكس، باكورد كونتراكشنز. وهاي الانقباضات يا اخوان شو بتكون؟ انقباضات بيرستاز، انقباضات حركيه لتحرك السبيرمز. فتخيل اليوترس بلش ينقبض انقباضات تحركيه بحيث يحرك السبيرم من تحت ويفوديه على الفالوبيان تيوب ويقربه وين؟ على الاوفري او على المبيض، عشان ايش؟ يلاقي الاوفم ويخصبها، تمام؟ بكل بساطه بس. فاذا هذا ايضا البروستاجلاندين غير على انه بيساعد يخلي الميوكس اكثر تقبل لحركه السبيرم، ايضا بيسوي باكورد بيرستالتيك كونتراكشن، انقباضات تحركيه بالاتجاه المعاكس في اليوترس والفالوبيان تيوب، عشان ايش؟ عشان تحرك الاجاكيوليشن او تحرك السبيرم باتجاه الاوفريز، تمام؟ تمام. هاي سيمينال فيزيكال حكينا عنه، ميوكويد ماتيريال فيه بروستاجلاندين فيبرينوجين ونيوترينز، وبروستاجلاندين يساعد في الفيرتلايزيشن. كيف؟ بكل بساطه بيخلي السيرفيكال ميوكس اسهل واكثر تقبل حركه السبيرمز. ثانيا يعمل على حركه بيرستاز في اليوترس في الاوبن تيوبس، تعمل على حركه السبيرمز باتجاه الاوفريز. طيب البروستيت جلاند يا اخوان هذا ايضا يفرز ايش؟ سائل بيطلع مع ايش؟ السبيرمز. البروستيت جلاند يا اخوان السائل اللي بيفرزه سائل جدا ثن، جدا هيك خفيف رقيق، وبيكون لونه زي لون الحليب، لونه ابيض، وهو اصلا اللي بعطي ايش؟ لون اللي هو السيمن او اللي هو السائل اللي بيطلع، بعطيه لون البياض او لون الابيض، لون الحليبي، تمام؟ هذا البروستيت جلاند يا اخوان ايش فيه؟ اختصر لك، فيه خمس مكونات. ثلاث ببلشن بحرف السي وثنتين بحرف البي، احفظ ليها زي هيك، بالبروستيت في ثنتين بحرف البي وثلاث مكونات بحرف السي. شو هي الثلاث تبعت السي؟ في عنده كالسيوم، سيتريت ايون، وكلوتينج انزيمز. اللي بحرف البي فوسفيت وبروفيبرينولايسين، حلوين؟ فقط لا غير، هل مطالب منك اي تفاصيل فيه انه شو بيسوون؟ ولا اي شيء، بس اعرف شو مكونات كل واحد من هذول السوائل. لما احكي لك من الفيزيكال بتحكي لي والله فيه نيوتريان زي الفركتوز والستريك اسيد وغيره، وفيه فيبرينوجين وفيه بروستاجلاندينز. حقيقه بروستاجلاند ذكر او فيه خمس مكونات، ثلاث سي وثنتين بي. شو ثلاث سي؟ كالسيوم، سيتريت ايون، وكلوتينج انزيمز. ثنتين بي فوسفيت وبروفيبرينولايسين، صح؟ هذا البروستيت جلاند يا اخوان يفرز او افرازه او السائل تبعه از سلايتلي الكالاين. شو ماله؟ حطوا لي خط تحتيه كثير مهمه، از سلايتلي الكالاين. وهذا الستايت الكلاين يا اخوان كثير كثير مهم انه انا السائل تبع البروستيت
الجانب بروح على السبيرمز ان يكون قاعده شوي كثير مهم for successful fertilization of the ovum عشان يصير عندي اخصاب صحيح وناجح للايش للبويضه. طيب ليش؟ انا تذكر قلت لك بانه السبيرم بيقدر يعيش فقط بايش بالسلايتلي الكلاين ميديوم صح او يكون قاعده شوي وهذا افضل شغل له. واذا كان وسط حمضي بيموت فيه هذا السبيرم صح يا اخوان. الفيجينا هون يفرز افرازات عند الانثى وافرازات ايش مالها حمضيه اسيدك بيكون البي اتش فيها 3.5 4 كثير قليله. فالسبيرم لما يجي يفوت اذا تعرض لهي الاسيدك شو بصير فيه بيموت. فهذا اللي هو السي او هذا اللي هو السبيرم لما يجي يفوت ويكون حويلاه في سائل تبع البروستيت هذا السائل تبع البروستيت بيخلي حرفيا السبيرم في وسط قاعدي في وسط قاعدي بيمنعه من التلامس مع الوسط الحمضي. حلوين فقط لا غير. فبيجي بحكي لك الفيجينال سكريشنز بالفيميل بتكون اسيدك 3.5 ل 4 فالسبيرمز ما بتقدر انها تشتغل بهذا البي اتش دو نوت بيكم موتايل بهذا البي اتش. فهذا اللي هو البروستاتيك جلاند شو بيسوي لي؟ بيرفع لي البي اتش ل 6 ل 6.5 بحوله اللي هو السبيرم وبخليه يشتغل وبيكون شغله جخ وبجنن. نيكي يا اخوان عن السيمن، شو السيمن؟ السيمن هو حرفيا عن السائل اللي بيصير له ايجاكيوليشن بيصير له قذف. ايش بتكون؟ فيه بدايه فيو السبيرمز طالعه من ايش من التستيس طالعه من اللهم صل على محمد من السيمينيفرس تبيولز فيو السائل اللي طالع من السيمينال فيزيكل وفيو السائل طالع من البروستيت جلاند. هذول الثلاث المكونات الرئيسيه. وفي مكون رابع راح احكي لك اياه بانه يا اخوان هنا عندي بعد ما اطلع من البروستيت حوالي اليوريثرا هون في عندي ميوكس جلاندز غدد مخاطيه تفرز كميه تافهه جدا ولكن قليل كثير من ايش من هذا الميوكس وبتفيد شوي راح احكيها كمان شوي تمام. فاذا السيمن اللي بيصير له ايجاكيوليشن من ايش بتكون؟ بتكون من سبيرمز طالع من التستيس او سيمينيفرس تيوبولز طالع وايضا معه سائل تبع السيمينال فيزيكل السائل تبع البروستيت وشويه الماده المخاطيه طالع من الميوكس جلاندز بس. طب بالنسبه للنسب تبعتهن بحكي لك هذا السيمن هو عباره عن ايش which is ejaculated during the sexual act هو اللي بيصير له ايجاكيوليشن بيصير له القذف. من ايش مكون؟ مكون بدايه من سوائل وسبيرمز. السبيرمز قديش نسبتها من هذا السيمن؟ فقط للسبيرمز فورم اللي هي او الجاي من الفاز ديفرنس بتكون لي 10% من السيمن فقط لا غير. السوائل 90% معناته وبقسم هاي السوائل لايش؟ سوائل من السيمن الفيزيكال من البروستيت والميوكس جلاندز. ميوكس جلاندز كنا مهمله وبحسبهاش. ضايل 90% يا اخوان بكل بساطه 60% سيمن الفيزيكال و30% بروستيت. حلوين؟ فاذا انا من السيمن في عندي قلنا 90% سوائل 60% من هذا السيمن عباره عن سوائل جاي من السيمن الفيزيكال 60% وال30% اللي بيظلن هي السوائل اللي جاي من البروستيت جلاند. حلوين؟ وقلنا في عندي كميه قليله جدا سمول اماونتس من الميوكس جلاندز وبديهمنيش من وين جايه بس ميوكس جلاندز. حلوين؟ هاي ما بديش سبيشلايز راح احذف اياها. فلاحظ يا اخوان انه معظم السيمن جاي من ايش؟ جاي من السائل من السمن الفيزيكال. 60% من السيمن هو ايش؟ من الفلويد من السمن الفيزيكال صحيح؟ فالبلك اوف ذا سيمن هو السمن الفيزيكال فلويد. نقطه الافريج بي اتش يا اخوان تبع السيمن قديش؟ 7.5 سلايتلي الكلان قاعد شوي فوق. طبعا احنا بنعرف 7 متعادل صح؟ فوق السبعة بكون قاعده قاعده شويه. شو سببه؟ هو الالكالاين بروستاتيك فلويد نقطه اي السائل تبع البروستيت قلنا هو اللي بكون الكالاين صح. ننزل لهون البروستاتيك فلويد يا اخوان قلنا ايش بيكون لونه؟ ملكي. فهو بكل بساطه لايش ماله gives the semen the milky appearance. وقلنا السائل تبع السمن الفيزيكال ايش ماله؟ ميوكويد مخاطي شوي. وقلنا في عندنا كمان ميوكس جلاندز بتعطي شويه ميوكس صح. فبيجي بيحكي لك البروستاتيك فلويد بعطي ايش؟ الميلكي ابييرنس او اللون الحليبي او اللون الابيض. والسائل تبع السيمينال فيزيكال تبع الميوكس جلاندز بعطي الميوكويد كونسيستنسي بعطي التناسق الايش المخاطي لهذا السيمن. حلوين حلوين. بحكي لك صحيح هاي معلومه حكيناها قبل هالمره انه السبيرمز اثناء ما هي مخزن جوا الابيديدمس مخزن جوا الفاز ديفرنس قديش بتعيش؟ شهر او اسابيع عديده. السبيرم بتعيش فور ماني ويكس ان ذا ميل جينيتال تراكتس صح او داكتس. اول ما يصير لها ايجاكيوليشن قديش بتعيش؟ الماكسيمم لايف سبان 24 48 ساعه بس. هسه يا اخوان بيجي بحكي لك اذا انا نزلت درجه حراره السبيرم برا سويت ايجاكيوليشن طلعته لبرا ونزلت درجه حرارته بيقدر عادك هناك يعيش فور سيفرال ويكس تمام. فهو بيعيش يوم ليومين وين؟ بالبادي تمبريتشر اللي هي 37
ولكن اذا نزلت انا درجه الحراره حوالي السبيرم بقدر يعيش فور سيفرال ويكس. وجزء بتعرفوا اسم اللي هي ايش، اللي هي زي بنوك حرفيا مخازن للسبيرمز، ممكن ثاني يتبرع او انه ايش خزن سبيرمز تبعونه بنفسه، اذا مثلا كان في عنده مشكله تستكلر كان لازم يشيل التستيز، فبيخزن التيل هي ايش السبيرمز تبعونه للاحقا اذا حاب يجيب اولاد. فبيمسك السبيرمز تبعونه يا اخوان وبيجمدوهن على درجه حراره سالب 100. تعرف يا اخوان على درجه حراره سالب 100 السبيرم يستطيع ان يخزن لسنوات. فهون هاي عدة أسابيع، إن نزلت درجة حرارة للعشرينات، ولكن إن نزلت درجة حرارة لسالب 100 هون السبيرم أقدر أخزنه لإيش؟ لسنوات، تمام؟ يا سلام عليك. هسا إخوان نحكي عن مصطلح اسمه capacitation of the spermatozoa. يعني كلمة capacitation كمان شوي راح أحكيها. هسا إخوان أنا قلت لك السبيرماتوزوا، شو هي السبيرماتوزوا؟ طبعا هي نفس السبيرمز، الحمض المنوية. لما السبيرماتوزوا قلت لك تطلع برا الإبيديدرمس، تطلع لبرا عفوا وصار لها ايجاكيوليشن، بتصير ماتشور. يعني شو ماتشور؟ شو يعني ماتشوريشن؟ تصير موتايل وعندها قدره على اخصاب البويضه، صح؟ فقلنا هاي السبرماتوزوا بتصير ماتشور when they leave the epididymis، صحيح؟ ولكن في الحقيقه their activity is held in check، يعني بتكون الاكتيفيتي بتاعها موقفه by multiple inhibitory factors، بعوامل مثبطه عديده. طيب متى هي عن جد بتصير عندها قدرة هاي السبيرمز على انها تصير موتايل كثير وعندها قدرة على حركة كثير واخصاب البويضة؟ بحكي لك on coming in contact with the fluids of the female genital tract، لما هاي السبيرمز تلامس السوائل الموجودة بالفيميل جينيتال تراكت او اللي هو عبارة عن القناة اللي هي التناسلية الانثوية، بصير عندي العديد من التغيرات على السبيرم اللي بتخليه بالنهاية ايش ماله؟ fully mature. هاي التشينجز وهاي التغيرات هي اللي بسميها capacitation of the spermatozoa. فcapacitation of the spermatozoa هي عبارة عن changes on the sperm، متى بتصير؟ when the sperm comes in contact with the fluids of the female genital tract. وهاي التغيرات بدها تقريبا normally من واحد من ساعة إلى 10 ساعات. حلوين؟ هاي التغيرات مش مطالبين فيها صراحة، بس عرفت كلمة capacitation إن والله يصير عندك اللي هو السبيرم يصير fully matured وقادر على إخصاب البويضة وعنده قدرة على الحركة والمونتيريتي بشكل أعلى وأكبر. هسا يا إخواننا كان الأكروسوم إنزيمز، بنعرف مين الأكروسوم إنزيمز؟ قلنا الأكروسوم هي عبارة عن الطاقية، خليني أوريك الصورة عليها السريع. عفوا المخاطر، قلنا الأكروسوم هي عبارة عن هاي الطاقية موجودة فوق السبيرمز فيها إنزيمات هاضمة، لما يكون عندي هون بويضة هاي الإنزيمات تسمح للسبيرم إنه يخترق البويضة ويفوت لجويتها، صح؟ فهذا الأكروسوم يحتوي على لارج كوانتيتي، شو الإنزيمات؟ هيالو رونايديز وبروتيوليتيك إنزيم، صحيح؟ وهاي بديش إياها. بحكي لك لما السبيرم يوصل لعندي الأوفم، قلت له كيف يا إخوان الأوفم؟ الأوفم دور جيكم بس صورة عليها السريع. الأوفم وهاي البويضة يا إخوان، شايفين الطبقة البرتقالية هاي لونها برتقالي؟ هاي بسموها زونا بيلوسيدا، وهي طبقة ثخينة، طبقة ثخينة بتكون مانعة أي إشي برا يفوت لجوا إيش؟ البويضة. خلينا نحكي بين بعض بعدين نقرأ من القرآن، نقرأ اللي هي المكتوب. السبيرم بيكون جاي هون، وهي الرأس تبعه عندك الأكروسوم موجود على الرأس، صح؟ لما يصير هذا اللي هو السبيرم يلامس الزونا بيلوسيدا، هذا الأكروسوم الغشاء تبعه بيرتبط بمستقبل على الزونا بيلوسيدا. في الزونا بيلوسيدا تشوفي عليها ريسبتورز، مستقبلات لهذا الأكروزوم. هذا الأكروزوم أول ما يربط بالمستقبل هذا على الزونا بيلوسيدا يا إخوان، الأكروزوم بتحلل وكل الإنزيمات اللي فيه بتطلع لبرا، مما يسمح بحدوث حرفيا تحليل الزونا بيلوسيدا وتحليل هاي البويضة لجوا. فبصير في زي طريق جوا البويضة إنه السبيرم يفوت عبره هيك ويوصل لعند البويضة والنيوكليس تبعت البويضة. حلوين؟ يا سلام عليك. بيجي بحكي لك لما السبيرم يوصل للزونا بيلوسيدا تبعت الاوفم، الغشاء تبع السبيرم بيرتبط بمستقبل على الزونا بيلوسيدا، بس اللي انا بعين لك رح تطلي تحتيه خط فقط. هون يا اخوان كل الاكروزوم ذا انتر اكروزوم ديزولز بتحلل، وكل الاكروزوم الانزيم شو بصير فيها؟ ذي ار ريليس، بيطلع لبرا، وفي غضون دقائق بس هاي الانزيمات open a penetrating path، تفتح طريق للسبيرم انه يفوت لايش؟ to the inside of the ovum. حلوين؟ هاي في ايش؟ بس غضون دقائق صغيره. وبدي 30 دقيقه بعدها يا اخوان، بعد 30 دقيقه من انه السبيرم يفوت لجوا، غشاء السبيرم هذا الخارجي سيتحد مع غشاء البويضه ويصيروا فيوزد ويصيروا حرفيا ايش؟ كانهم خليه واحده. وبعد 30 دقيقه من اتحاد او اللي هي دخول السبيرم على الاوفم، بحكي لك السيل ممبرين تبع السبيرم مع الاووسايت ممبرين والفيوز توجذر تو فورم ا سنجل سيل، بتعتبروا كانوا خليه واحده. هسه يا اخوان بيجي بسالك سؤال، انا حوالي البويضه بيكون في اعداد هائله من الحيوانات المنويه،
ليش only one sperm enter the oocyte؟ ليش بس سبيرم واحد بيفوت؟ كل إشي اللي بيمنع سبيرم ثاني يفوت. يا إخوان خلينا نتابع لكم على الرسمة كمان مرة. لاحظوا تحت الزونة بوليس ده في عندي إشي اسمه كورتيكال جرانيول، صح؟ خلينا على جنب هاي. بحكي لك يا سيدي السبيرم لما يجي يدخل لجوا البويضة مين بلحقه؟ الكالسيوم. مين بلحقه؟ الكالسيوم. هذا الكالسيوم راح يسوي او راح يخلي هاي الكورتيكال جرانيولز تطلع لبرا هون تتحد وين عارفين وش تغطي لي؟ تغطي لي الزونه بوليسيدا كامله من الخارج. فاذا لما السبيرم يفوت بيلحقوا الكالسيوم، الكالسيوم شو بيسوي؟ بحفز الكورتيكال جرانيولز يطلعوا لبرا ويغطوا الزونه بوليسيدا كامله من الخارج. فسؤال، اذا اجى سبيرم ثاني هل الاكروسوم او الغشاء الخارجي هذا والاكروسوم تبع اللي هو اللمسه محمد تبع السبيرم راح يلاقي مستقبل يرتبط فيه؟ لا، الكورتيكال جرانيولز هذول مغطيات الزونه بوليسيدا كامله، فالسبيرم ما راح يلاقي اي مستقبل يرتبط فيه، الاكروزوم ما راح يتحلل وما راح يقدر السبيرم يفوت جوا البويضه. تمام؟ فبيحكي لك بكل بساطه بس من هون بلش لي، لما السبيرم الاول يفوت كالسيوم ايونز ديفيوز انورد، كالسيوم تلحق السبيرم لجوا، شو بتسوي؟ causes multiple cortical granules to be released، تطلع لبرا. وين بتصير هاي برا؟ بكل بساطة it will permeate all portions of the zona pellucida، وراح تغطي كل قطع الزونة pellucida وتمنع ارتباط اي additional sperm واي sperm ثاني. بس اللي حطيته تحتيه خط الكالسيوم بدخل لجوا ورا السبيرم، مالتيبل كورتيكال جرانيولز تطلع لبرا، شو بتسوي؟ هذول مالتيبل هذول الجرانيولز راح تسوي بيرميشن للاول بورشنز اوف زون بريست، تغطي الزون بريست كامله وتمنع اي اديشن سبيرم انه يدخل. حلوين حلوين. نحكي عن اب نورمال سبيرماتوجينيسيس او اللي هي تكوين السبيرمز غير طبيعي، وشو علاقتها بالميل فيرتيليتي؟ كلمه فيرتيليتي ايش؟ القدره اللي هي الذكر او قدره على الاخصاب، صحيح؟ بيجي بحكي لك انا عندي في بعض الاحيان السيمي نفرس تيوبيولز ممكن تتدمر. طيب ايش في امراض وديزيزز ممكن تدمر لي السيمي نفرس تيوبيولز؟ مره ثانيه، السيمي نفرس تيوبيولز هي مكان تكوين السبيرمز، هاي بنعرفها صح؟ ممتاز. شوف عندي امراض بتدمر هاي السيمي نفرس تيوبيولز، مرضين بدي احكي لكم عنهم يا اخوان. مرض الاول اسمه بايلاترال اوركايتس، ايتس معناها التهاب، اورك معناها تيستيز، بايلاترال معناها الثنتين، فهو التهاب بالتيستيز الثنتين عند الرجل. تمام؟ شو ممكن انا والله ايش يسوي التهاب بهاي التيستيز؟ انفكشن، اي عدوى. بالعاده في عندي انا بقى عدوى يا اخوان من مايكروب اسمه مامبس، هذا اللي هو ابو ايش؟ ابو كعب، ابو كناف، اللي بيسوي لك ابو دغيم، سمي اللي بدك اياه، مختلف اللي كثير اسماء مختلف الاماكن. هذا الممس او هذا الميكروب او هذا المايكرو اورجانيزم بيسوي لي التهاب في كلا التستيز والسيمي نفرس بديوز تتعطل وبتتدمر، فببطل اقدر اسوي سبيرمز، وهذا يؤدي الى ستيريليتي. كلمه ستيريليتي يا اخوان نفس معنى كلمه انفيرتيليتي، اي ايش؟ عدم القدره على الانجاب او العقم. تمام؟ غير البايلاترال اوركايتس عندي ايضا اكسسيف تمبريتشر اوف ذا تستيز. وحبصفن يا دكتور انت قلت لنا التمبرتشر العاليه مليحه للسبيرمز تحركها اكثر. يا اخوان التمبرتشر عاليه شويه اكثر، انه اذا ارتفع التمبرتشر شويه اكثر هذا يزيد من الاكتيفيتي، ولكن اذا التمبرتشر زادت كثير في داخل التستيز شو تاثير على سبرماتوجينيسيس؟ بيحكي لك increasing the temperature of the testes، زياده درجه حراره التستيز قد يمنع السبرماتوجينيسيس. ليش؟ لانه درجه الحراره العاليه هاي causes degeneration وتكسير في معظم الخلايا تبعت السيمي نفرس تيوبيولز. طب السيمي نفرس تيوبيولز ايش فيها؟ فيها سبرماتوجونيا، صح؟ فزياده درجه الحراره العاليه قد تدمر السبرماتوجونيا وبتكسرها وبتموتها، فبيبطل الانسان قادر على انتاج سبيرم. سهله؟ يا سلام عليك. نحكي عن مصطلح يا اخوان وعن مرض اسمه كريبتو اوركيديزم. شو الكريبتو اوركيديزم يا اخوان؟ بس عشان نفهم شغله، الانسان في او اللي هو الذكر وهو في بطن امه في اثناء ما هو في فتره اللي هو مرحله الجنين، يعني بتكون التستيز موجودة في الابدومن في منطقة البطن. تمام؟ هاي التستيز المفروض ما تكونش بالابدومن، فأثناء تكون الجنين التستيز بتنزل من الابدومن باتجاه السكروتم. شو السكروتم؟ اللي هو كيس الصفر اللي فيه التستيز فيه الخصيتين. تمام؟ تمام. فإذا بداية في مرحلة الجنين وين التستيز بتكون؟ في الابدومن في البطن، بعدين لوين تنزل؟ على السكروتم. طب شو بيخلي التستيز هاي أو الخصيتين تنزل على السكروتم أو على كيس الصفر يا إخوان؟ بكل بساطة التستيز تفرز تستوستيرون، وهذا التستوستيرون هو الذي يجعل التستيز انها تنزل لتحت. حلوين؟ الكريبتو اوركيديزم معناها فيلير اوف ذا تستيز تو ديسند فروم ذا ابدومن انتو ذا سكروتم، فشل في الخصيتين انها تنزل من الابدومن او البطن على السكروتم او على كيس الصفن. تمام؟ ليش؟
بكل بساطة قلت لك شو الاشي اللي بينزل لي هاي التستيز من البطن باتجاه السكروتم؟ التستوستيرون صح؟ فإذا هذا الجنين كانت التستيز تبعته خربانة، كان فيها مشكلة، هل راح يكون في تستوستيرون؟ فيش تستوستيرون، فيش تستوستيرون ما راح تنزل التستيز، ايزي. فزي ما قلت لك التستوستيرون إفرازه من الفيتال تستيز أو تستبت الجنين هي النورمال ستيمولس المحفز الرئيسي ذات كوزز ذا تستيز، تجعل التستيز انها تنزل من الابدومين على السكروتم صح. فبالتالي ان موست كيس في معظم الحالات انستنسز اوف كريبتو اوركيدزم، حاله الكريبتو اوركيدزم اللي هي انه التستيز ما نزلت تحت، شو سببها؟ كوزد باي ابنورمالي فورم تستيز، اي تستيز مكونه بشكل غير طبيعي. فهي التستيز المش طبيعيه بتكون غير قادره على افراز تستوستيرون، ما في تستوستيرون ما في تنزيل ايش التستيز، وهذا هو كريبتو اوركيدزم. سهله يا سلام عليك. هسه يا اخوان نشوف السبيرم كاونت ونشوف السبيرم مورفولوجي، عدد السبيرمز وشكل السبيرمز وتاثيرها على ايش، قدره الانسان على هي ايش يسوي اللي هي تخصيب. يعني بيجي بيحكي لك انا نورمال كوانتيتي او يوجوال كوانتيتي اوف سيمن، انه كميه السائل اللي بيطلعها الانسان في كل ايجاكيوليشن هي 3.5 ملليلتر، تمام 3.5 ملي. بكل ملي من هذا السيمن، يعني انا اجيب السيمن، انا عندي كل ملي من السيمن فيه 120 مليون سبيرم. حلوين حلوين. بيحكي لك متى الانسان ممكن يصير عنده عقم؟ اذا كان عدد السبيرمز في كل ملي من هذا اللي هو السيمن اقل من 20 بلو 20 مليون، the person is likely to be infertile، الشخص بيكون على الاغلب عقيم، تمام. هي بالنسبه للعدد. طب بالنسبه للمورفولوجي بيجي بيحكي لك اللي شو يمكن المورفولوجي، معناها شكل السبيرمز. بيحكي لك انا اذا اجاني واحد فحصت له عدد السبيرمز وكان عنده نورمال نمبر اوف سبيرمز، عدد طبيعي، ولكنه ايش ماله عقيم، بالعاده بالعاده ايش بتكون المشكله؟ the sperms are found to be abnormal physically، اي شكلا مورفولوجيكلي او فيزيكلي، من فيزيكلي ومورفولوجيكلي نفس الشيء، يعني الشكل تبعها غير طبيعي. كيف شكل غير طبيعي؟ يعني بدل ما يكون السبيرم راس واحد بيكون راسين، او بيكون الراس غير طبيعي، او بيكون الفلاجيلا او الذيل غير طبيعي، هكذا. فبيكون عندك تو هيدز ابنورمال شيب، تيد هيد غير طبيعي، يكون ابنورمال تيل الى اخره، تمام. اخر شيء بنحكيه هو الميل سيكشوال اكت. في اثناء السكس يا اخوان ايش بصير في عندي بالنسبه للميل سيكشوال اكت بشكل رئيسي؟ الاتي هي ثلاث مراحل رئيسيه. الاولى بينايل اريكشن، بصير في اريكشن بالبينس. وما هو سببه؟ البارا سمباثيتك نيرفس سيستم. عشان افهمك شغله، عشان سهل عليكم يا اخوان، انا عندي في اثناء السكشوال اكت بصير في بينايل اريكشن وبعدين بصير في عندي ايجاكيوليشن صح. البينايل اريكشن سببه البارا سمباثيتك نيرفس سيستم، الايجاكيوليشن او القذف سببه السمباثيتك نيرفس سيستم. بس هاي اهم شغلتين. طيب هل هذا بيهمني هون؟ بيهمنيش. طيب غير البينال اريكشن، غير الايجاكيوليشن، بيجي بحكي لك ايضا في داخل البينس يا اخوان في عندي هاي اليوريثرا، لازم انا ايش حرفين اسهل مروق السبيرمز فيها صح. كيف بسهل مروق السبيرمز فيها؟ حرفين بسموها اللوبريكيشن، زي التزييت، او بيكون ايش بحط زي طبقه ميوكس خفيفه تسهل انه السبيرمز تمشي بهاي اليوريثرا ان تطلع لبرا. مين المسؤول عن هذا اللوبريكيشن وهذا التزييت يا اخوان؟ ايضا الباراسمباثيتك نيرفس سيستم. فاذا عند البينيل اريكشن باراسمباثيتك، لوبريكيشن اللي هو زي التزييت انه تسمح السبيرمز تطلع لبرا اسهل، باراسمباثيتك. وهذا حكي بيهمنيش اللي هون. الايميشن والايجاكوليشن او القذف مسؤول عنه هو السمباثيتك نيرفس سيستم او سمباثيتك نيرفز. السمباثيتك نيرفز اللي بتروح بتأدي للايجاكوليشن يا اخوان من وين بتكون طالعه؟ من السباينال كورد، من النخاع العال، من النخاع الشوكي صح. ولكن اي جزء من النخاع الشوكي؟ احنا بنعرف ان النخاع الشوكي يصنف على حسب العظم اللي اخذته من اناتومي صح، انه انا في عندي ثوراسك، عندي لمبر، عندي ساكرم الى اخره. فهي النخاع العظم بيكون ماشي يا اخوان وبقسمه على حسب العظمه تبعت اللي هو الايش الفيرتبرا اللي هو جنبها. فانا عندي السمباثيتك نيرفز بتطلع من T12، اي ايش منطقه T12 بالاضافه ل L1 و L2، يعني من T12 ل L2. شو ال L اللي هي اللمبر اللي بعد الثوراسك. فالسمباثيتك نيرفز من اي ليفل بتطلع؟ بتطلع من النخاع الشوكي ليفل T12 لحد ليفل L2. بس هاي النقطه بتطلع من T12 ل L2 والباقي ولا بدي منه اي شيء. ومن هون ظلك ماشي 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 ماشي، كله احذف لي اياه والدكتور ما بده اياه ولا راح يجي عليه اي سؤال، تمام يا سلام عليك. وبهيك خلصنا هاي المحاضره. اي سؤال اي استفسار جاهز باي وقت، ويعطيكم الف الف عافيه.